السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله جميعا يا الربع. عندنا لكم جيم بلاي وتجربة حق بداية لعبة. أتوقع الموضوع واضح، لعبة هورايزن فوربيدن ويست، بس ملعبها كاملة باللغة العربية. طبعا اللعبة اللي هي هورايزن الغرب المحظور مترجمة قوائم ونصوص وأيضا مدبلجة باللغة العربية، فأنا حاطها باللغة العربية. وخلنا نبلش، لا نكثر حكي، نبلش معاكم على طول. لعبة جديدة، اسمع اسمع انت ويا اسمع. طبعا انت اول ما تدش اللعبه في عندك الصعوبات تختارها، قصه سهل عادي وصعب وشديد. من تختارون الصعوبه راح يطلع لك حب الاستكشاف وحب الارشاد. حب الاستكشاف يحط لك بس بالخريطه انت وين تقدر تروح او وين طريقك، ما يحط لك كل شويه وين المكان، يخليك انت تستكشف اكثر، يعني ما يساعدك وايد. حب الارشاد لا، يساعدك اكثر، فانا حب الاستكشاف. المشهد البداية ما راح أوريكم إياه كامل، والمشاهد اللي راح تطلع بعدين يا الربع راح أطوفها علشان لا أحرق على الناس اللي ما لعبت الأول. في ناس للحين ما لعبت الأول، تمام؟ يلا. استمتعوا بالرسومات. الوقت ينفد مني يا إليزابيث، الأرض تموت. الناس يعانون وقريبا سيجوعون بسبب إعادة التأهيل الذي يخرج عن السيطرة، وأنا فقط من يصلحه. لدي شفرتك الوراثية، سنصل قريبا إلى مرحلة اللاعودة ثم انقراض. كنت أبحث لأشهر عما أحتاجه، نسخة من غايا، الذكاء الاصطناعي للتحكم في النظام. يعني قاعد تشرح شنو المفروض أنها تسوي أو شنو المشن مالها. أظنني وصلت، يتضح أنه سراب. ألعب الرسومات يا جماعة، ايش فيكم؟ أول شيء، أول ما لعبت اللعبة لاحظته الفرق بويه إيلوي بالجزء الأول والجزء الثاني، شون تطور وايد. نبلش أول شيء يا الربع، هذه البداية. طبعاً هو راح يعلمكم التحكم، أغلب تحكم اللعبة ترى نفس الجزء الأول. الحين لازم أدور اللي هو الهيلث، اللي هو الزر مثلث، أخذهم أجمع، طق سهم فوق عشان مرة. حسناً، على الأقل تحسن من حالتي. طبعاً لما تطقون R3 طقة واحدة سكان، نفس الجزء الأول مدة علشان تسوون سكان أكثر. أجل، هذا رائع. مثلاً هذا بار يطلع لكم تفاصيل أكثر. يعني شوفوا نظام حب الاستكشاف، شوفوا الخريطة فوق بس يحط لي 211 ونقطة صفرة، ما يحط لي بالشاشة وين أروح، ما في. من الشغلات الجديدة اللي حطوها من الطق هذه الجبال ولا الخشب أو الشير اللي عليه خط أصفر، يعني تقدر تصعده. سوف أثق بكلامك. شوفوا شوفوا الجرافيكس، شوفوا الجرافيكس. سنذهب هناك. أرى طرقا للنزول. عما نبحث؟ خلينا نكمل. الذكاء الاصطناعي هذا
هذه بعد شغلة جديدة حاطينها الحين. أنا أقدر أنط بالماي عادي، أقدر أنط إكس وتطب بالماي. في نطة اللي هي الطب كذي تصير نفس مشهد سينمائي بسيط. شلون تسويها؟ لازم أول ما تنط إكس على طول إكس دائرة علشان تصير. يعني تسوي كذي. أجل واجهت لك. نغوص تحت ناخذ هذا. أوجدت شيئا بالأسفل. بعض المؤن. بعض المؤن يا الربع، لقيت بعض المؤن. نكمل طريقنا. شوفوا هذا البلاء أو البليج اللي موجود الشير الحمراء، إذا وقفتوا عليه مدة تقل طاقتكم شوي شوي، يعني نفس السم. جمع جثث الروبوتات كالمعتاد. هذا راح أشرح لكم عنه بعد شوي. لقد ترك جثثا وراءه. بعد واحدة. أوبا. لما تطق دائرة تسبح أسرع. لألقي نظرة عن قرب. أو شيء خلينا يمنع السريع. قضى أحد مؤخرا على الروبوت. من يأتي غيره؟ لا أعلم. يستحسن أن نصنع بعض. طبعا هذين للزرع اللي تاخذهم اللي هو الخشب الكبير عشان تسوي الاسهم، نفس الجزء الاول. هناك سلم. الطق L1 مده اكس عشان تسوي كرافت. بس لا يعجز السهم عن تحليل شيء. تهدف القفل. تفضلي. لا أدري. لم أعثر على مدخل. إذن ماذا حدث؟ نصيحة، لما تلعبون اللعبة مو كل شوي تطقون R3، لا طقوا هذه أفضل، يعني تطلع لكم شغلات أكثر. ثم أدرك البعض أنك بالطبع غادرت لسبب مهم. كنت محقا في ذلك. الوباء لا يسمم النباتات فقط، بل يقتل الحيوانات أيضا. ثم سيمرض الناس يتضورون جوعا. لن ندع ذلك يحدث. حتى السيايير تقدرون شوفوا تبطلهم بالسبير مالها R2 مدة. لازم تستمتعون بالأدابتف تريجرز اللي موجودة باللعبة، شيء مو طبيعي. حتى الهابتك فيدباك، الاهتزازات والL2 والR2. وايد وايد اللوت باللعبة وايد. راح اخذ على السريع اللي اقدر عليه بس. نكمل طريقنا. اسفل الطريق. راح اطوف المشاهد يا الربع. بوسعنا نسحب الروبوت قبل ان نتحرك. انزين. الحين بعد هذه شغلة وايد مهمة لازم تعرفونها ضافوها. قبل لما تنسخ الآلي لحظة واحدة يحط لك بس على السريع شنو نقاط ضعف. هني مفصل لك إياه أكثر، يعني شوفوا هذا صورة جسم الآلي، شنو نقطة ضعفه؟ النار. نقطة ضعف جسمه بشكل عام تروح يسار، العين. نقطة ضعف العين شنو؟ تروح يمين، صدفة أصداء المنقب اللي هي اللي ببطنه، هذه بما معناه تقدر تشيلها تكسرها. حاوية الموارد اللي بظهرها تقدر تشيلها، بس بشكل عام جسمه يعني ضعيف ضد النار، وعينه هي نقطة ضعف أكثر. أنا مستعد. أنت مستعد؟ أنا بعد مستعد. حسناً فلتركزي. هنطيح اللي بظهره. سلام. في واحد ثاني هاي سوي له نسخ على السريع. أجل
كيف يعرف ان الصوت ذلك؟ يقرا بيانات على الروبوت. هلا قلت لنا كم شغله على السريع بس اجل نوعا ما. قطعتش كثرهم. إذن بعد انتهاء الجلبة عند مغادرة طبعاً الطقة اللي طقيت الآلي توني فيها اللي كانت قوية عندكم R1 الطقة العادية بالسبير R2 اللي هي هذه الطقة القوية لما تشحنها هذه غالباً نطيح الأرمر مع الآلي أو تكسره أكثر. قضى أحدهم على هذا الروبوت سلم الآخر يوقف على القصر. قلت لديك مصلات منذ الطفولة. أجل وجدت أول مصلات في الأنقاض. المصلات هو الفوكس يا رب. مؤخرا وستصلح في قطع احتياطية. سنكون بخير يا فارل. من هنا. اهلا بك في منشأة اطلاق فارزيني. فارزينس قاموا باجراء مقايضات مع الفجر الجديد لكن فارزينس لما تلعبون الاول تعرفون شنو فارزينس. يرجى التسجيل لدى مكتب الاستقبال. اظنهم يريدون تسجيل الدخول. يرجى الثبات لفحص الهوية. الدخول ممنوع. يرجى الانتظار هنا حتى يساعدك موظف يا دكتور صادق. ها أظنهم لم يكونوا على وفاق مع إليزابيث. حسناً لنجد مدخلاً. كان في واحد ثاني هم كانوا يشوفوا ورا. لا ما يبين. أخضر بأخضر ما يبين. يرجى الثبات لفحص الهوية. سأتمكن من فتحه بالقوة. أعتاد تسلق. يبدو أن أحداً نزل من أعلى. شوية انتظار. أخ ما تلك الرائحة؟ مخيم كامل قضي عليه. لابد أنهم جاءوا للتنقيب. يفسر ذلك الرائحة. ويبدو أن شيئا كبيرا جاء من الأعلى. اصطدم بالمخيم ثم اخترق الجدار. لألقي نظرة على الركام في الفجوة. ونفس الشيء الحركة لما تركض وطق مربع وين هي موجودة كلها موجود حركات أكثر طبعا. ممر هنا دمر هذا في طريقه حين خرج. إن تمكنت من إزاحة بعض الحطام قد أدخل من خلاله. حلو الحين هذا الحطام شلون نشيله؟ شوفوا الحين هذا شغلة جديدة هنا. لقد وجدت شيئا. نطوف هذا. مصلات التقط أشياء لنتفقدها. المسكين اخترق الحمض درعا. جزء من روبوت قد يصلح الدروس. روبوت اقوى من الحبل. الحان اللعبه المؤثرات الصوتيه حتى الموسيقى اللي بالخلفيه او ربما شلون تعطيك الحماس وايد حلوه لو تركزون فيها. استعملي هذه الطاوله. حلو الحين هذه الطاوله اللي هي الورك بنش او الطاوله موجوده باللعبه وايد. هذه الطاوله اللي تلفلون فيها اللبس والاسلحه مالتكم. الحين احنا لازم نسوي الخطاف. هذا وايد راح تستخدمونه اساسي باللعبه. شنو فائدته؟ حسناً إنه خطاف لنختبره على الحطام. لما تطقون R3 مدة أي شيء تشوفونه كذي حديد مثلاً تقدرون تسحبونه. شلون تستخدمون الخطاف؟ كأنك بتطق بالسهم بدل ما تطق R2 مثلث يتغير الشكل. شوف خليك طاق R2 لين هي تسحب. هذه فائدته.
طبعا فائدته ثانية أكبر. نجاح غير متوقع. ما هذا الشيء؟ ما هذا؟ روك، صباح الخير. أدعى أوزفالد دالغارد، ويسرني تعرفكم إلى هذا. أنا راح أوخر عنه عشان ما تسمعون، لأن عشان ما أحرق عليكم القصة يا الربع. خلي يخلص الكلام بس. حتى لو تطلب ذلك شوفوا الحين هذه شلون اروح لها؟ لما تنط اكس يطلع لك علامه، طق اكس مره ثانيه وانت بالهواء على طول، حتى مسافات بعيده تسويها. عشان كذا اقول لكم الخطاف مفيد نفس ما قال فار تو. لا مشكله ساتصرف. شفت شلون؟ بس مو كل مكان، على الأماكن اللي يطلع لك عليها العلامة بس. حسنا علي إلقاء السلم. واضحة بعد الصندوق اللي هناك شلون تاخذه؟ تعال. تروح تحت. يلا حجي تعال. شكرا. زادت البرية بالجعل حول المكان. متباهية. تسوي كذي. مسلوتي يمكنه المساعدة هنا. يلا حد. ها نحن نتعمق في الأنقاض. واضح الموضوع مو هين ها؟ طبعا خذيت اللي توني خذيتها صخرة، واضح الصخر حق شنو عشان تسوي ديستراكت. اتحرك لاتسلل واقضي عليه برمحي. لا يجب ان يراني، علي فحصه اولا والتحقق من طريقه. ار2 لما تكونون مسوين هايلايت عليه والبقاء بعيدة عن الانظار، يحط عليك سهم، يحط عليه هو سهم عشان تعرفون وين يروح. ثاني فوق بس خل هذا الجاب له ثاني. لتشتيته لأتمكن من التسلل ومهاجمته. طيب سهم تحت. على انتظار اللحظة المناسبة. وقت الإلقاء. نفس الستيلث كل موجودة. تفتيش المنقب. قتلتك وروبوتي ايضا. بس كافي. روبوتات سنقاوم اي شيء معا. بسرعة دام ما يدري. في واحد صادم من بعيد. أخر أنت شوي. تعال قرب. خذ.
آه في واحد بعد تحت عشان نشوفه. يلا تعال تعال استلف ولا اصك على عينه. لا استلف استلف. نلت منها. اردت ذكر الامر. لاحظت انك غيرت مظهرك. اجل اعرف لم احظى بوقت لاحلق في لحاقي بك. اطمئني ليس دائما. جيد. آسف لحياتي تزعجك يا مختارة. ها يا قعد قطعت على إيلوي. تاز يا مختارة. حلو هذا الميتين. الأسرة مستعملوا المتفجرات ضد الروبوتات. قضوا على بعضها. كان يوجد حاجز هنا لكن اخترقته الروبوتات. سأحتفظ بهذا. أظن أن الأسرام لم يستخدموه. فخاخ بالأمام. هذا يا الربع فخ. طبعاً إذا مشيت عليه راح ينفجر. بس تروح يمه شوي شوي. تسوي له تفكيك. تم. تمكنت من جمع بعض المؤن. ولا تفجري نفسك. وحصلت على المؤن. هذا مخيم آخر. أثناء وجودنا قد نصنع بعض فكاكنا الخاصة لتساعدنا ضد الروبوتات. فكرة جيدة. أستطيع استخدام هذه. حسناً لدي ما أحتاج لصنع فخ. وايد لوت باللعبة. وايد لوت. زين عشان تسوي فخ أنت كلاعب تضغط سهم تحت مدة يعطيك المنيو مال الأشياء اللي تسويها كرافتنج حق الشغلات اللي موجودة تحت. وين فخ؟ فخ متفجر مدة. حسناً. سوي بعد واحد. فخ متفجر. بس كده. إن وقع شيء بالفخ لن يعرف ما أصابه. شوف تقدر تصعد كذي. شوفوا يحط لكم عليهم أصفر. تقدر تصعد بطريقة أسهل. هنا إيلوي. شون؟ أنا أرى طريقاً. أنا أقول لكم. تنط التعلق أول ما تمسك طق دائرة راح تنجز لي فوق هي أعلى شوف كذي. على طول روبوتات. لا أظنها لمحتنا. هذا نوع ثاني. رأيت الاستغلالي. الاستغلالي هذا ضعيف ضد البويزن والثلج بس انت ما عندك. سنحتاج وضع الفخاخ التي صنعتها بطريقها. انا اقدر احط له فخ بس طواله. تشافني هذا شو السرعة. لا 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 شافني 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 مو علي. امنون نواصل مهمتنا. طبعا من فوائد الكومبانيون اللي معاك بار ان اذا قلت اسلحتك ولا قل الهيلث مالك يساعدك يقط لك شغلات. ترى قصدت العديد من انقاض العالم القديم. هل كلها هكذا؟ لكل واحدة اسرارها لكن كل مكان مختلف. سنطي زين الحين طريقنا سلمكم الله. انا ما راح اسوي لوت اكثر من كذي. اي اوكي ناخذ هذا بس. لنقول ان ياتي من هنا. سلو موشن خفيف. لها من عاصفة عنيفة. أجل تزداد قوة ووتيرة.
إذا فالعواصف الأراضي المهجورة والأنهار المليئة بالمحارب ولدت لإصلاحها كلها. أجل، سأفعلها حين أجد النسخة. خلنا ننزل هذا عشان غير مباشر لمركز البيانات لنعبر من ذلك المبنى على اليمين. يبدو أن علينا التسلق. أنت بخير؟ حلو. أجل، لن نسلك ذلك الطريق. واضحة. إن عمره 1000 عام. طبيعي بيتأكل. تبدو غرفة اجتماعات. ذلك الباب مغلق. نطوف المشاهد يا الربع ما عليه. انظري. هيلوي، أنا هنا. وجدت شيئا ستحتاجينه. أوكي. سلاح. شكرا فارد. حلو، السلاح اللي أعطاني إياه. علينا المواصلة. وراءك. تعال. هذا كنا بعد كان موجود بالأول اللي هو نفس النباطة. يقط نفس قنبلة على الثلج. هذا شوفوه، ما راح اطقه الحين بس عشان لا اخسر طلقات. طبعا كل سلاح على علامته. قنابل الصقيع. في الاسفل. أظننا عدنا للخارج. جيد. عدنا. وهو يتجه إلى نفس اتجاهنا. رائع. أحد تلك الناس يمكنني تجربة هذا السلاح الجديد علي. حلو. هذا شو نقطة ضعفه؟ هذا كعب. ثلج وسم. واضحة. بعد واحدة عشان الحين طلع يمكن طقة واحدة. يبقى الروبوت لا يتحمل البرد. بالضبط، الروبوت ما يتحمل البرد. المزيد من حفار أعصرة وكثير من الحمض. لا بد أن الروبوت هاجمهم حين حاولوا الهرب. يمكننا العبور من هنا. أنا آسف. قلت لي إن النسخة الاحتياطية هي الأمل الأخير. أجل. حتى المشي بالماء تصير ثقيلة. في الشهور الماضية كان هناك المزيد من النسخ. ها. اهدي. لكن منذ 1000 سنة أزالها رجل يدعى تيد فيرم. لا، كان أسوأ. انزل. هذا الأشياء تسوي لها سكان تجمعها. أوسيرام قبيلة من القبائل. لنضع علامة بالمسلاط لتعقبها. واحد. اثنين. تعال. لا ها هذا عادي. أنا ليش قاعد أطق ال... ليش قاعد أطق ال... يا حبيبي خلا أنطر. هذيل إذا طيحتهم تجمعهم يفيدونك وايد حق التلفيل. لا اهدى شوي. حسناً.
تماماً. الآن كيف نخرج؟ السريع. زين الحين شلون نطلع؟ هناك سلم خلفي. لا والله. لا لا لا. طولي بالك. وايد راح تستخدمون هذه الحركة وايد. أثنى على عدم عودتك إلى الأراضي المقدسة. كونها زعيمة نورا فهي تفهم لما التزمت باتباعك، لكن كأم لي لم تكن راضية. أكانت راضية؟ الحين لم أرها تبتسم. ولا أنا. دقيقة دقيقة، ضيعتي الربع. أوكي هني. لا لا طولي بالك. اي كه لا ما شفت الدرج. ما شفته. بعد فوق. لأكتشف طريقة إسقاطها في الحوض. يعني استخدام التتبع. أبعلك بتصيدني يعني. نظر هشوف واحد ثاني. هذا شنو؟ صندوق إمدادات. طبعا حركة الأيقونية مالت هورايزن. طبعا وين هذا اللي تبغى وين؟ هنا. في طقة واحدة بالعين. ايوه. شوف في واحد ثاني. هيك هنا. ايوه. زين. ماتوا وين طلعت؟ لا حطها اللي بظهرك. شوفوا هذا اللي بظهره. وين مرة؟ كمل طريقنا. شنو هذا؟ انا ضيعت. ايوه كاكا الدرج. شفت شلون مخشوش؟ طقيت له فره كامله. الساوند تراك هذا لما يطلع يا الربع والله قشعريره. حسنا هناك مكان بالاحرف. الدائرة سأصل اليه ان رميت بنفسي من على نقطة خطاف. انا لازم اروح هناك. عدل بعد لا توقف. شوفه. نجحت. ها
وشيكا. والله كان وشيكا. يلا متهالكا الى التالي. لن اتمكن من هذه القفزه، لكن هناك كبل ساستخدمه. سلام على السلاموش. إذن لا طريق الى الصعود. ها ها ها. هذا المكان يتهاوى. طولي بالك، طولي بالك شوي. طبيعي يا ربي، عمره 1000 سنة يعني. كأن هناك مشابك ضخمة تثبت المركبة. هذه شنو؟ لابد أن هناك جهاز تحكم بالقرب. إن أفلتت المشابك ستسقط المركبة. استغلالي ومنقب. يلا تعال. رائع، المزيد من الروبوتات. لأن صدت واحدة بعينه. ربما جهزوا التحكم هناك. خلي المنقب بعدين. ها شافني شافني. منو؟ ما اتفقنا على كذي. ها تبعت؟ بوشت. حسنا، هذا المكان الان لي. شوفوا عشان كذي انا قاعد انطق الهلف مالي قاعد يقل. هذا اللي طيحتها من ظهره. جاي. لا ضروري اخذ شويه خشب على السريع. في شيء هنا بعد ولا خلاص؟ استغلالي. حسنا، وقت تحطيم روبوتاتي بالاكل. الحياية اللي كنهم حياية تحت وايد قوية على أساس إن هي بتطيحهم يعني. علق كالعادة. حلو. تسلق برج الإطلاق. زين نبي نصعد الحين. ايوه شلون نصعد؟ شلون نصعد؟ ندور لنا صعدة. وين الصعدة؟ ما راحت. انا ما اشوف كبرت، انا مو قاعد اشوف ولا شنو. اوكي هذا من داخل. انا ايه شفت شلون؟ ان اسقطت الدعامه ستسقط مصعد الوصول. ها شنو ذا؟ اوكي سحبي. اوكي انا قاعد اسحب اتجاه المعاكس. ايوه حتى الاتجاه يفرق معاكم يا الربع. بين الساوند تراك قاعد يزيد الحماس. لأتسلق بالقرب من المركبة لفصل الكبلات. اوكي تسلق. اي
قاعد تلاحظون ساوند تراك شو قاعد يزيد؟ قاعد يصير حماس اكثر. حسنا هذا الصرير خطر، علي فصل الكابلات بسرعه. يفترض ان هذا هو المكان. هناك هذا الموصل يبقي كابلات متصله، سينكسر ان اطلقت عليه. كاف لازم بس تعطونا واحده. ما يبينوا. سلام. بالعكس كنت أصل ثاني. خذ شوفوا تعابير وجهها شلون مضبوطة. لهني وخلاص يا الربع، لان الحين بتطلع اشياء وايد مهمه تصير بالقصه وفايتات كبيره وامور ثانيه، وانا بنحرق عليكم. هذه كانت تجربه اوليه بدايه لعبه هورايزن فوربيدن ويست او هورايزن الغرب المحظور. قلنا نوريكم اللعبه تشوفونها معانا. اتوقع حق الاشخاص اللي ناطرين اللعبه وايد راح تعجبكم اللعبه، صدقوني راح تعجبكم. حق الناس اللي تحب العاب العالم المفتوح والاستكشاف والاكشن ار بي جي، لعبة تبين إمكانيات جهاز البلاي ستيشن 5 صح. مشكورين ويعطيكم العافية على المتابعة. كان معاكم أخوكم بوعتيبي. لا تنسون كتبوا لنا رأيكم تحت بالكومنتات، ناطرينها ولا مو ناطرينها؟ فما الله.